كان كابتن مصطفى عبده كان دايما يتكلم عن حته الثنائيات ودايما يذكر اسم حضرتك في النقطه مصطفى. دي. مصطفى اه طبعا. حضرتك بقى مين يعني كنت تحب تزامل مين؟ مين الثنائيه اللي حضرتك كنت تحب قوي ترتاح لها في الملعب كده؟ لا انا بالنسبه لي كله ليه لان انا يعني اكتر حد اكتر لا هو اللي بيعمل الاسيست انا اللي بلاعب الناس يعني او انا اللي أكيد. انا أكيد. صانع اللعب فانا ما بتفرقش معايا يعني اي حد ببقى يعني بتفاهم معاه بسرعه يعني. انما مصطفى طبعا وضع خاص لان مصطفى انا عارف يعني انا يعني مهم قوي بالنسبه لاي صانع لعب ان هو عارف امكانيات اللعيبه اللي حواليه فيقدر يخلي شكلهم يعني يبرز نقط قوتهم بشكل كويس. فمصطفى سريع وانا عارف هو بيحب الكرة فين وفي انهي حته صحيح. فطبعا كان في كنتوا بتفهموا بعض قوي. طبعا هي مهمه زي ما حضرتك بتقول انك ممكن جدا يبقى كابتن الخطيب ليه صفات معينه والكابتن مصطفى ليه صفات معينه. كابتن مصطفى عايز مساحه وسرعات بالظبط. فلو لعيب مش فاهم دوت هيدي الكابتن مصطفى الكره في رجليه. لا هو مش محتاج الكره في رجليه. كابتن الخطيب ما يحتاجش مساحات كبيره بالظبط. فلازم تدي الكره في رجليه. فده اللي بيعمل الفنت يعني بيبقى بيجري لقدام وبعدين تلاقيه بيسقط فتبقى عارف ان انا هو بيجري لقدام مش هلعب له بس لان انا عارف انه هيقف وهيسقط ومحطها له في رجله. طبعا النجوم دي حضرتك اول ما دخلت نرجع بقى للفريق الاول لما حضرتك اتصعدت له قابلت بقى كل النجوم الكبار دول طبعا. الاستقبال بقى اكيد كان مختلف واكيد بالنسبه لحضرتك ذكريات الاستقبال كان هايل. انت عارفه احنا عندنا في النادي في حاجات ما بتتغيرش على مر العصور والاجيال يعني باختلاف العصور وباختلاف الاجيال واختلاف الاشخاص في حاجات ما بتتغيرش. ايه هي؟ ان لما يكون حد صغير لسه لعيب طالع لازم الناس كلها بتحتضنه وتديله ثقه وتكلمه وتفهمه بحيث ان ايه الرهبه اللي عنده تروح بسرعه. فطبعا ده الكلام ده كان موجود يعني كان موجود.